اللي مات وهو بيدافع عنه. البيت لو اتقفل يبقى الشيخ صالح ابو فضه مات بلاش. البيت مش هيتقفل يا هدى، وانت سمعتي سليم لما حلف وقال ان هو هيرجع لك البيت وهيفتحه معاكي كمان وهيحضر دفنه عم صالح الله يرحمه. يبقى انت كده بقى مش عارفه سليم يا هدى. سليم طالما قال ان هو هيعمل حاجه يبقى اكيد هيعملها. خلاص خلاص استهدي بالله، تعالي معايا جوه في الاوضه. قومي يا دنيا، قومي يا حبيبتي. يلا حياتي يلا. حول ولا قوة إلا بالله يا ربي. بنتي دي صعبانة عليا قوي يا فريد. وأنا كمان قوي يا ضمط. أنا كنت بفكر أخدها معايا على البيت، هناك أوسع ومتهيألي هتاخد راحتها أكتر. وإحنا يعني يا فريدة اللي عشرة في البيت، على الأقل رد لها شوية من جمايلها هي وأبوها على سليم ابني. دول كانوا شايلينه من على الأرض شيل. طب ولما سليم يرجع؟ أنا فاهمة قصدك يا فريدة. لما يبقى يرجع ساعتها تشوف هنعمل ايه. هيرجع يا دنت ان شاء الله هيرجع. ملك عمرهم في ايه؟ جميله يا سيدي، طلعت عامله فلوس متلتله من حوار انها نشيطه، حتى الجمعيه بتاعتها طلعت بتاخد فلوس من بره. عادي يعني، ده طبيعي، اكيد الامن مطلع الاشاعه دي. عادي. لا يا هيثم مش اشاعات، انا اتاكدت من ناس اصحابي يعرفوا ناس شغالين معاها، حتى موضوع سفريه امريكا لا ولا مؤتمر ولا نيلة. سافرت ايه؟ تتفسح يعني؟ هربت، خافت تتكشف في هربت. انا كمان عرفت امبارح ان هي اسمها نزل في قوائم الترقب. يعني الحاجة الوحيدة في البلد دي العدلة طلعت نصابية. يبقى لازم ترحم نفسك وترحمني معاك ونشوف أي طريقة نهج بيها من الزفتة دي. ولا أنت عاجبك يعني اللي بيتقال دلوقتي؟ أدينا إحنا اللي طلعنا في الآخر غلطانين ولا الكلب ما بنفهمش أي حاجة. عاجبك؟ بص يا هيثم، ممكن نكون احنا طلعنا غلط في النهايه يعني، ان سليم الانصاري ده بطل وما عنديش شك في ده، واي ظابط مكانه كان هيعمل نفس الكلام ده. بس في حاجه تانية بتقول ان زياد مات في اسم شرطه وعلى ايد راجل شرطه، دي برضه احنا ذنبنا ايه؟ ذنبنا ان احنا اتولدنا في المخروبه دي، لازم نهج منها. هنروح فين؟ ونسيبها ليه؟ ده مش حل على فكره يا هيثم. الحل الوحيد بالنسبه لي ان احنا نكمل لحد ما مصر المصري مكانها اللي تستحقها. وإيه اللي منع مصر إنها تبقى في المكان اللي هي تستحقها؟ أعدائها كتير، حرامية، فاسدين، مصاصين دم الغلابة وإرهاب. يعني إحنا تسرعنا؟ آه يا هيثم، إحنا تسرعنا. كان لازم نفكر كويس قبل ما ناخد القرار ده. أدينا هنحاول. بصي يا هدى، مش عايزاكي تشيلي هم خالص. البيت ده بيتك وانا هنا اختك. ربنا يخليك يا سلمى. تعرفي ان انت شبه سليم قوي؟ لا سليم مش حلو قوي كده. انا مش قصدي في الشكل بس، قصدي في الروح كمان. ربنا يخليه لكم يا رب ويرجعه لكم بالف سلامه يا رب. طيب يا بنات انا هستاذن بقى، مش ناقصه ماما تقفش عليا اكتر ما هيقفش. محتاجه حاجه يا هدى؟ كتر خيرك يا فريده. خيرك انت اللي مغرقنا وعم صالح الله يرحمه. انا عايزاكي تستهدي بالله، ولو احتجتي اي حاجه تكلميني على طول. ربنا يخليكي. على فكره يا فريده، ليه حق سليم يحبك الحب ده كله. عن اذنكم. احمد تشرب ايه؟ انا مش جاي الضايف. ايه بقى انت بتتكلم كده ليه؟ تشرب حاجه سكران؟ مش انا اللي يتقال لي الكلام ده. اسمع يا لطفي، أنا استحملتك كتير وعمري ما فتحت بقي، لكن كل شيء وله حدود. في إيه يا حماد؟ أنا مش فاهم ولا كلمة من اللي أنت بتقوله. اتفضل يا أخويا، اتفرج وأنت تفهم. مريم. واحدة ست بتقول لجوزها كده يا فجرة. وأنت مكبر الحكاية كده ليه يا لطفي؟ اللي بينا أكبر من كده يا راجل أنت. بقول لك الواد ابنك منافق مرات ابني، وتقول لي هكبر الموضوع، أنت عايز تجنني؟ يا راجل هو من إمتى النسوان بتبوظ اللي ما بين الرجاله؟ بقول لك الواد مرافقها، مرافقها، والبنت اللي هيطالبه الطلاق دلوقتي عشان تمشي على حل شعرها مع المحروس ابنك. خلاص، خلي ابنك يطلبها. يا سلام، هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ يا جدع انت ابنك اتجوز واحده وطلعت شمال، مش هتفرق بقى مع ابني مع غيره؟ يبقى الصح ايه؟ يفضل متجوزها ويبقى بقرون
ولا يطلقها ويخلص من اعرافها. وانت تفتكر ان انا جاي لك لحد هنا عشان اخد رايك في ابني هيعمل ايه مع مراته؟ انا جاي اتكلم معاك بخصوص ابنك، ابنك اللي لا صار له عشره ولا ملح ولا اي حاجه ما بيننا. طب هو تم الغريب عنك يا عماد؟ ما انت عارف انه بايظ ومطلع عيني وعين امه، اعمل فيه ايه يعني؟ ابني ابيعه وارميه؟ لا لا سمح الله، بس طالما ابنك بقى غالي عليك قوي انا كمان ابني غالي عليا ومش هسيب حقه. لا ما دام وصلت لغايه كده يا حمادي يبقى حق ابنك عند مراته اللي مستقرضاه، واحمد ربنا قوي ان الحكايه جت في تامر ابني. على الاقل احنا ستر وغطى على بعضينا، مش احسن ما كانت خلت سيرتكم على كل لسان؟ يا سلام، وديك بقى كمان عاوز تحملها لنا جميله ولا ايه؟ يا راجل واحنا في بينا وبين بعض جمايل. بس انت لو بتفكر صح لازم تسال نفسك، اللي بعت الصوره دي بعتها ليه؟ عشان يفتح عينيا يا اخويا. لا وانت الصادق، عشان يوقع بينا وبين بعض، قوم حضرتك بغشوميتك تنوله اللي هو عاوزه. ما تسالش نفسك ده مين بيعمل كده ليه؟ اسمع يا لطفي، الكلام ده كله ما يخصنيش. انا جيت لك وقلت اتكلم معاك راجل للراجل، بس للاسف بقى لقيتك بتتصرف تصرف غريب انا ما افهموش. زي ما ابنك ما هو غالي عليك انا كمان ابني غالي عليا، وحق ابني مش هسيبه. يا عم يا عم انت ما كملناش كلامنا. دي المصيبة. ايوه يا زفت، انت فاني داهيه، سيب اللي في ايدك ده وجيلي المعرض دلوقتي حالا. حاضر يا حاج حاضر، مسافه السكه وهبقى عندك. طب ما ترسيني يا حاج، هو في ايه دلوقتي حالا يا حاج؟ من غير زعيق. حاضر يا حاج حاضر، جاي لك دلوقتي. سلام. ايه القرف ده؟ نشأة حماد اتجنن خلاص. لا لا انا استحمله ليه؟ وانا هلاقيها منه ولا من البني ادم ده اللي اسمه زناتي؟ حماد اقفل دلوقتي واكلمك تاني، بس اوعى تنام. ها يلا سلام. تشرفت يا حلت امك. اكيد قصدك على ابنك مش كده؟ لا ما تخافش، حلت امه اللي هيعرف يروح ولا يجي. بينا حلوين اهو بنشيل سلاح. نزل سلاحك يا لطفي. يا عيال. انت عاوز مني ايه؟ دلوقتي عايز منك ايه؟ ما انا جيت لك زمان لحد عندك في البيت. فتحت صدرك عليا وطردتني. وريني بقى دلوقتي هتحله من تحت ايدي ازاي؟ انت بتتكلم عن ايه؟ محل طم. هيخلصك من انت في سنين. ما انا عارف، بس هحرق قلبك عليه. اهو نكد بنكد بقى ونتنكد كلنا. تامر عيل صغير سليم، صحيح طويش، بس اقسم بالله العظيم عيل صغير. فزياد برضه كان عيل صغير، وندى كانت عيله صغيره، بس ضفر عيل من دول برقبه ابنك الحيوان. وزياد كمان على فكرة ما كانش عندها غيره، وأم ندى ما كانش عندها غيرها، وأم أنا كمان ما عندهاش غيري. جرب بقى حرقة القلب. بس أنت مش هتقتل وتقتل، مش هتقتل صح؟ دلوقتي مش هتقتل وتقتل، مش كده؟ ده أنتوا خليتوا الدنيا كلها تقول عليا سفاح. سليم الأنصاري بلطجي، بس أنا مش محتاج أقتله عشان دلوقتي معايا الدليل اللي انا احبسه. بس دليل ايه؟ صحيح، ما احنا الكلام خدنا ونسيت اقول لك. التليفون ده عليه الفيديو اللي زياد صوره وابنك بيخبط البت وبيموتها. انت جبت الفيديو ده منين؟ الفيديو ده مش موجود مع حد غير مع زناتي بس. ما زناتي اللي اداهولي. زناتي جالي وعرض على اي عرض يرضينا احنا الاثنين.
بس انا قلت اعمل باصلي واجيلك. جايز الاقي عندك عرض احسن. وهو انت اولى. قلت ايه؟ لو عايز تسمع اقعد. اقعد ورايح ظهرك واسمع الكلمتين. وحياة النبي ما تحط في نفسك كده. بكرة هتفوق وتحلى. مش باين يا صفاء. ليه بس كده؟ مدينة قاعدين هنا هم متداريين لحد ما ربنا يفرجها. يفرجها ازاي بس وكلاب السكك بتجري ورايا في كل حتة يا صفاء؟ مفيش حد يا اخويا بيجري وراك غير هباب البرك اللي اسمه سليم ده. وبكرة ان شاء الله تخلص منه. الحوار ما بقاش في سليم بس يا صفاء. انا مش مطمن لحبستنا هنا. ليه؟ انت مش قلت لي ان نشأة المحامي مطمن للمطرح هنا؟ اه بس انا طول الوقت كان اللي جام في ايدي صفاء، لكن دلوقتي هما اللي مخبيني وهما اللي عارفين مكاني، وانا قاعد هنا معرفش حاجه. ايه اللي هيحصل؟ معرفش يا صفاء، بس انا الاول كنت ماسكهم من زمارة رقابيهم، لكن دلوقتي حاسس ان هما راكبيني ومدلدين رجليهم، ودول ولاد كلب ساعة الجد يبيعوا ابوه. طيب انت مش لسه معاك الفيديو؟ خلاص بقى، هتخاف من ايه؟ الفيديو ده هو الحاجة الوحيدة اللي مطمناني. عشان لو حد فكر يقل بعقله معايا اطربقها على دماغ الكل. شكلك كده مش مصدقني. خلاص براحتك، اروح ادور على حد يصدقني. ولا ادور ليه؟ ما زلاتي مصدقني والدنيا حلوه والكلام عاجبه. انت متخيل ان زناتي هيقف معاك؟ اذا كان خلاصك في ان زناتي يشيل شيلته، وبعدين انت طارق مع زناتي مش معايا انا. ده انا كنت فاكرك معلم. الصحوبيه عمرها لا بتدوم ولا العداوه بتدوم. طب انت هتستفاد ايه لما تحبس ابني؟ اذا كنت انت كده كده هتشيل تهمه قتل زياد. لا ما انا مش هشيل حاجه. يعني انت عاوز تفهمني ان زناتي هيتسجن بدالك وهتسجن ابني كمان؟ ما تظبط كلامك يا سليم بيه. لا يا حاج لطفي، مزرعتي مش هتحبس. امال مين اللي هيشيل قضيه قتل زياد؟ امي؟ لا، رفاعي. رفاعي؟ اه رفاعي. ما الواد زناتي ده طلع ابن جنيه. لما لقى ان هو مش هيوصل معايا لحاجه جه لحد عندي وحط ايده في ايدي. دفع معايا يسلم لي الفيديو، وانا اثبت ان كلامي صح وان زياد كان جاي يشهد على تاني. وان انا وهو بقى نشهد عليك ان انت اتفقت مع رفاعي ان يقتل الواد زياد. اقول لك بقى الكبيره؟ ده احنا مش بعيد نطلعك ان انت اللي قتلت رفاعي. نعم يا اخوي. اه والله. وجيت الحق عجبتني الفكره. رفاعي ساعتها كان نبطشي وسهل جدا ان احنا نثبتها عليه. بعدين مش هيحصل له حاجه تاني. ما هو مات خلاص. وزناتي بقى حلال عليه الفلوس وانا ارجع شغلي والدنيا تبقى تمام. حلوه الفكره مش كده؟ لا مش حلو. ليه؟ لان مفيش اي حاجه تثبت ان انا ليا اي علاقه بالحكايه اللي انت بتقولها دي. اه صح، ما انا نسيت اقول لك. ما هو زناتي هيشهد عليك انه اكتشف كل ده بعد موت رفاعي. بعدين هيطلع على مرات رفاعي يديها قرشين عشان تقول نفس الكلام. بعدين الحكومه تروح بيت رفاعي تلاقي التليفون عليه الفيديو في بيت رفاعي اللي زناتي خباه هناك. بقول لك ايه، ما تشغلش دماغك انت بالتفاصيل دي كلها. انا ظبطت كل حاجه ان انت تشيل لي ليله وتحاسب على المشاريع. ده غير حماد بقى، بعد ما عرف ان ابنك ماشي مع مرات ابنه اكيد مش هيساعدك. انت اللي بعت لي الصوره؟ ايه رايك؟ الضمان قفلت على صباحك. طب لما انت مالي ايدك او كده خطفت ابني ليه؟ انت عايز تتشافى فيا وخلاص يا حاج لطفي. انا لو عايز اتشافى فيك قدام العمر كله وانا قاعد على مكتبي وبتفرج عليك انت وابنك وانتوا محبوسين، بس الحل ما عجبنيش. بعدين زي ما انت قلت انا طاري مع زناتي، اللي يهمني زناتي تحبس وانا اطلع بره. طب لما انت عارف كده رايح تتفق معاه ليه؟ انا ما رحتلوش، زناتي هو اللي جالي. بس انا قلت اجي لك انت راجل كبير، عيب ما تروحش لحد. يمكن الاقي عندك حل احسن. صح صح. قدامك دقيقتين تفكر في حل وترد عليا. يعني ايه؟ يعني انت كنت عارف؟ اللي بعت لك الصورة هو اللي بعتها لي. أنا مش قادر أصدق.
انا رحت لتامر عشان افهم منه اللي حصل بس ما لقيتهوش. اكيد تامر مش هيعمل فيا انا كده صح؟ يعمل فيك كده ويعمل فيك ابو كده كمان. انا وانت دلوقتي بندفع ثمن معرفتنا بلطفي وابنه. بس وحياتك عندي اقسم بالله العظيم ثلاثة لا دفعوا ثمن كل اللي بيعمله ده من يوم ما عرفناه لحد النهارده. والثمن هيبقى غالي قوي. الو ايوه نشك معلش اتاخرت عليك. لا 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 انسى الموضوع اللي انا كنت بكلمك فيه دلوقتي ده خالص. في مصيبة كبيرة حصلت ولازم نتقابل احنا الأربعة عشان نشوف هنتصرف فيها ازاي. لا لا لازم دلوقتي مش هينفع الصبح. يوه يا نشأت لما اجي هفهمك مش هينفع في التليفون. احنا مش ضامنين مين سامعنا. خلاص كلم محمد وزناتي وخليهم يجوا لك المكتب دلوقتي حالا. وانا مسافة السكة هكون عندك. سلام. ها متر مصايب تاني كفلنا الشر ولسه في مصايب تاني ما لبسناهاش. طيب حاضر هجيلك على طول. ماشي سلام. في ايه يا زناتي؟ معرفش يا صفاء بس شكلها كده في عوا انا حاسس. خلاص ما تروحش. ما ينفعش هفضل قاعد هنا حاطط ايدي على خدي ومعرفش ايه اللي بيجرى هناك. يعني هتعمل ايه يعني؟ هعمل لازم نتعامل من بدري. الحوار ده مسخ قوي لازم يجيب اخره بقى. ايه يا لطفي نشأت عندك؟ انا ربع ساعه هكون عندك. سلام. في ايه يا حاج لطفي؟ ما تفهمني يا اخي. اهدى يا متر دلوقتي تجمعوا كلكم واحكي الحكايه مره واحده. انا متاكد ان محدش هيتاخر. في ايه يا نجت؟ جايبني على عاملها وش كده ليه؟ اسال الحاج لطفي هو اللي مجمعنا ومش راضي يقول لي في ايه. يعني ايه مش عايز يقول في ايه؟ ولا بعياله ولا ايه؟ احنا هنفضل ماشيين وراه لحد امتى؟ مش كفايه اللي حصل لي بتحت راسه هو وابنه؟ لا 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 جراح يا حماد بيه ده الحاج لطفي برضه حبيبك واخوه. كان زمانه جبر يا اخويا. ليه كده؟ ساله في ايه؟ في ايه يا حاج لطفي؟ سيبك منه نشت ما انت عارف حماد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في ايه يا متر؟ كده بقى علمي علمك. فدي عارف يا حاج. ما يعرف ولا كنت عايز ابنك يعيش طول عمره مفتوح على قفاه؟ وشرفك عندي اللي حصل ده ما يعدي بالسهل. بلاش جعجعه فارغه يا حماد. ايه فاكر نفسك في خطبه من خطب مجلس الشعب بتوعك؟ جرى يا حاج انتوا جايبيني هنا عشان تحلوا مشاكلكم ولا ايه؟ اقرا رساله. مش عايز بلد النسوان انت كمان. قصدك ايه بلد النسوان دي؟ قصدي تسيبك من الحاجات بتاعتك انت وابنك دي. عندنا الاهم يا حماد. الجامعين فوز اعمل ان شاء الله. كويس انك جيب برجلك. ولا نازل الطبنجه اللي في ايدك دي. ناولني على ايه يا لطفي؟ المره دي مش هسيبك يا سليم. سليم؟